مصر يعني تعزمني على واحد كوكتيل شعبي من بتوعك برضه؟ مش بيحني انت النهارده يا باشا. الله ليه؟ مش دي الخلطه بتاعتك؟ واحد كوكتيل شعبي على حجرين وبعدين تيجي ام ساميه تروق الاناني. الخلطه اللي انا عملتها هي اللي انا علمتها لك دي. اضرب يا باشا اضرب وعيني. على فكره انا في كل ده لقيت حاجه تخصك. ايه يا باشا اللي يخصني؟ في اوضه شبه الاوض اللي عند ام ساميه، وسرير يشبه السراير اللي هناك، وليله تشبه الليله دي، رمانة خانتك يا خميس. كلام يا باشا اللي انت بتقوله ده. خانتك معايا. معاك يعني ايه؟ بس انا ما كنتش اعرفك، هي اللي كانت تعرفك. بس بعد ما عرفتك ما يصحش ما اقولكش، وخصوصا لما جالي خبر ان انت عايز تتجوزها. تتجوزها ليه لما هي من ابو بلاش؟